في فندق تبع الشركه القابضه للسياحه، الفنادق والسياحه والفنادق، والفندق ده حكومه يعني الاطار بتاعه حكومي. تشوف الفندق من بره لطيف وفي تجهيزات وفي مش عارف ايه وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حكومه. بقول لحضرتك تاني، الفندق حكومه، عايز ياخد شط خاص بيه على الـ على الـ على البحر في اسكندريه، زيه زي اي فندق قطاع خاص. خلي بال حضراتكم تاني، زي اي فندق قطاع خاص، يعني انت اديت القطاع المحافظ السابق طبعا الدكتور محمد سلطان رفض طلب الشركه القابضه للصناعات، الشركه القابضه للسياحه والفنادق، ان هم يخصصوا جزء بسيط كشاطئ لهذا الفندق. بكره باذن الله بجي حضراتكم الطلب بتاعه، معرفش الطلب بتاعه موجود ولا لا، الطلب والصور موجودين عندكم يا شباب بتوع الفندق. طيب على ما جهزوه هرجع تاني، لانه لا طب هاتهولي ده. انا كنت بكلم وصلت الرئيس الفندق وهو الاستاذ ياسر سرور، دي التجهيزات المتوقعه للفندق. يعني هو خلي بال حضراتكم تاني، انا بتكلم على فندق تابع للشركه القابضه للسياحه والفنادق، او الشركه القابضه للسياحه، وتابع ل الدوله، وتابع لوزاره قطاع الاعمال. دي كل ده المنظر العام بتاع الفندق هيكون قدام حضراتكم دلوقتي، ماشي؟ يبقى اذا انا بس بطالب الشباب بس بتوع السوشيال ميديا يعملوا لنا الفقرات دي لوحديها كده، لانه دي بتبقى نوع من انواع الشهاده قدام المسؤولين في محافظه اسكندريه. زي ما احنا كنا بنتكلم على الفندق بتاع الزقازيق، لانه صاحب الفندق بياخد مداخلته كتاكيد على انه ناشد الراي، ناشد كل المسؤولين ارحمونا وشوفوا الفندق ده. لما الفندق يزال المداخله دي هتبقى بالنسبه له سند ودعم. اللي انا بقول لحضراتكم ده برده بالنسبه ده التصور بتاع الفندق. والفندق دلوقتي قائم بنسبه كبيره جدا في الاسكندريه، وبيعمل بطاقه يعني بنسبه 100%، وبيدر على البلد دخل جامد جدا. الحقيقه انا يعني كلمت الناس في شركه القابضه، قالوا احنا هنعرض الامر على المحافظ الجديد. يعني قالوا المحافظ الجديد طبعا لازم نعرض الامر عليه، لكن الامر عرضناه على المحافظ القديم اللي هو المهندس محمد سلطان وهو الاخر. ويعني كل في هتلاقوا طلب دلوقتي، هتلاقوا طلب حالا قدام حضراتكم دلوقتي مكتوب من الشركه القابضه للسياحه للمحافظه الاسكندريه. يعني حكومه بتناشد حكومه، انتوا واخدين بال حضراتكم؟ يعني حكومه بتناشد حكومه، يا ايها الحكومه احنا عايزين نعمل كذا كذا، تقوم الحكومه ترفض. لكن لما القطاع الخاص يناشد الحكومه تقوم الحكومه تستجيب للقطاع الخاص. طب ما انت عندك الحكومه ما تخليها برضو تبقى موجوده في هذا الاطار وفي هذا المحفل، ايه الازمه؟ يعني حضراتكم لو جبتوا الورق موجود عندكم يا شباب الطلب. طيب المهم جدا زي ما اقول لحضراتكم تاني، الحكومه نفسها تكون صاحيه، المحافظ والهيئات التابعه والمحليات والحاجات دي وكده يكونوا متواجدين. قولوا لي كده، لان انا مش قولوا لي اسم الفندق ده، قطاع خاص قطاع عام. تمام. فندق رومانس. هو هنا مين اللي مخاطب؟ مين اللي كاتب الخطاب؟ تحت الاستاذ رشاد رفاعي العضو المطالب لايه؟ للشركه القابضه. ما هو فوق يا جدعان، الشركه القابضه للسياحه والفنادق. استاذ رشاد رفاعي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. دي الاستاذ رشاد رفاعي رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للسياحه التابعة لوزاره قطاع الاعمال، بيناشد مين؟ بيناشد وزير الصحه، بيناشد ومحافظ اسكندريه، بيقول له اعمل لنا شط واحنا هنتكفل وهنعمل فندق وهنعمل نفق من تحت وهنعمل مش عارف ايه وحاجات كده وبتاع وكلام من ده.
فالوزير محمد سلطان قال له ان احنا عرضنا اللي بعت بقى للدكتور الاستاذ رشاد رفاعي، قال له والله الامر كذا كذا كذا، احنا ما عملناش مش عارف ايه واحنا مش موافقين. فانا بصنعة لطافة كده سالت الناس في الفندق يا اخوانا طب وانتوا ليه ما فعلتوش؟ مش بصوا ما هيبقى المنظر العام كده، هيبقى المنظر العام كده. هو بقى هيعمل نفسه ويطلع على حضرتك هتقول لي ده هياخد من الغلابه وبتاع وكده. يا فندم الشط كله، الشط كله، كل الفنادق اللي موجوده غالبيه تلات نجوم ليها شط، خمس نجوم ليها شط، اربع نجوم ليه شط، البتاع ليه شط. انا ما بتكلمش على فندق قطاع خاص، انا بتكلم على فندق قطاع عام. والراجل اللي اسمه ياسر سرور ده عامل شغل جامد جوه، يبقى اديله دفعه ولا اقف قصاده؟ هي دي المشكله في هذا الموضوع. والحقيقه هم يعني انا لما كنت بكلم الشركه القابضه قالوا هنعرض الامر تاني على وزير، على محافظ الاسكندريه الجديد. فدي امور يعني فندق قطاع عام رفض طلب لفندق قطاع عام في الاسكندريه بانشاء شاطئ خاص به. من منين؟ من المحافظه نفسها. يبقى احنا الحكومه بتسد على الحكومه. هو دي المشكله. ما انت بتقول لي السياحه هنشطها ازاي والشركه القابضه ما بتكسبش والشركه القابضه مش عارف ايه؟ طب ما هو يا فندم ساعده انه يكسب. يعني في بعديها فندق جرين بلازا ده اسمه ايه بتاع المهندس طلعت مصطفى، فور سيزو، حته شط انا ما اعرفش ده زعلان ولا مش اعلان، انا ما بتكلمش، حته شط ومتزين كده ومفلفل وشاعري بقى وحاجات كده وبتاع وكلام من ده ومفيش والتكعيبات حاجه مفخره، حاجه فاخره. طب ما تعمل يا فندم من يعني اديله حتى ربع اللي انت بتديله القطاع الخاص. القطاع الخاص هيدفع برضه، القطاع العام هيدفع، مجبر انه يدفع طالما ان المساله فيها استثمارات والمساله فيها عائد استثماري. بدل ما هو الزبون يجي لرومانس ده وده انه قاعد جوه مكمكم في نفسه ويروح للفور سيزون يعملوا له نفق من تحت ونفق مش عارف ايه وعربيه تخبط في 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 المواطن والمواطن يضحك وبتاع ولا من ده، لانه رايح الشط وده جاي من الشط. فممكن يعني في 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 حاجات بتتعمل في النفق من تحت بتخلي السايح نفسه سعيد. فالراجل يبقى ماشي كده في النفق من تحت كده يلاقي واحد بس راكب عربيه من بتاعه السياحه دي اللي هم بي 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 بيشتغلوا بيها على الشواطئ والبتاع وكده. الرؤيه نقف ليه قصاد القطاع الخاص القطاع العام؟ مش عارف يعني. ما انا في الطلب لياسر سرور ولا للاستاذ رشاد رفاعي ولا للاستاذه ميرفت حطبه، ليه رئيس شركة القابضة للسياحة وترى رئيس شركة مصر للسياحة وده رئيس شركة القابضة للسياحة اللي احنا بنقول ان السياحة بايظة، ان السياحة ما بتجيبش فلوس، ان السياحة ما فيش طب ما تساعدوه، ساعدوه يعني. في فندق جوه تاني تبع الشركة القابضة للسياحة برضه اسمه فندق فلسطين، تحفة، اللي هو في المنتزه، تحفة، وفي لسان كده وفي بتاع، في بتاع حاجة مفخرة. لو استغلينا ده استغلال كويس هيبقى جميل جدا. خلينا ناخد فاصل وارجع لحضراتكم.